بعد ما جه عندي السجن لقيت التليفون بيقول لي لو سمحت في زيارة جاية للفريق سهل برضه. رحت الوزارة خدت واحد من رئيس الجمهورية واللي هو جلال الديب اللي هو كان المحامي بتاعه وطلعنا على الفريق سهل. سلم عليهم وقعدوا اي اوامر يا فندم وانا قلت بمشي. قال لي اقعد يا باشا واحنا ما بنقولش اسرار. المهم انا فرفصت منه بالعافيه ما مشيتش 10 متر. لقيت العسكري جاي لي جري ورايا يا فندم يا فندم الفريق انا عايزك. قال لي يا باشا بقول لك احنا ما بنقولش اسرار. سياده اللواء جلال وسياده اللواء جايين لي علشان اكتب عفو الرئيس الجمهوري. وانا لن تخط يدي اي سطر بخصوص هذا الكلام. يا فندم طب انت يا سيادتك يعني ممتنع ليه؟ طالما ده جاي ومن رئيس الجمهوريه يبقى فيه هناك اتفاق ضمني ان مجرد ما يكتب هنوافق. قال لا مش كده. طب انا هقول لسيادتك على حاجه. قال لي نعم. قلت له مش هنكتب التماس عفو. قال لي ما هنكتب ايه؟ قلت له اكتب طلب. طلب السيد رئيس الجمهوريه حكمت في القضيه رقم كذا بتاريخ كذا على جريمه كذا وحيث انني لم ارتكب هذه الجنايه ارجو الغاء هذا الحكم فورا. فرد جلال الديب قال لي بلاش ارجو كمان لان ارجو دي قلت له بلاش ارجو. قال لا مش كده. خدنا بعضنا ومشينا. الصبح تاني يوم الساعة 9 بعت لي قعد معايا من 9 ل 3 بعد الظهر بيحكي لي بقى القصة من طقطق لسلام عليكم. واحد بيبرأ نفسه بقى قدام التاريخ يعني ان هو التاريخ كتب غلط وهو عايز ما زال لحد النهارده عايز يصلح لهذا التاريخ. سعد محمد الحسيني الشاذلي. سعد الدين دي جت كده هوت يعني هو زي ما تقول اشتهر بيها. مولود في ابريل 1922 لاسره كانت معروفه باثراء النسبي. شبرتانا دي اللي هي مركز بسيون القريه اللي هو اتولد فيها دي كلها شاذليه. أنا عشت في القرية بصفة مستمرة حتى كان عمري 11 سنة لأن في هذه الفترة كنت أتلقى العلوم في المدرسة الابتدائية في مدرسة بسيون التي تبعد عن قريتنا حوالي 6 كيلومترات. الفريق الشاذلي منذ أن كان صغيراً عرف عنه حب الانضباط. تقدم لامتحان القبول أو امتحان الصف السادس الابتدائي كان الامتحان يجرى في المركز في مركز بسيون. اليوم اللي قبل الامتحانات نزل قاس هيمشي وقت قد إيه من مكان من الإقامة اللي هو بتاعهم لغاية المدرسة علشان تاني يوم الصبح ما يبقاش نازل مستعجل أو ما يبقاش نازل وصل متأخر حتى يضع لنفسه وقتا إضافيا بحيث يوصل إلى هدفه الذي هو الامتحان في توقيت مناسب بالنسبة له. كان ابن عم والدي
كان وصل إلى رتبة البشوية، كان اسمه عبد السلام باشا شاذلي، وكان مدير للبحيرة، كان يقولوا مدير، ما كانش يقولوا محافظ لسه، مدير للبحيرة. فكان يعني جريء في تصرفاته لدرجة أنه كسر اللوائح والقوانين في بعض الأوقات، فقدم للتأديب. لما حكم تأديبيا مجلس التأديب مش برأه، ده قاعد يشيد بالإيه؟ بالأعمال. فلما حصل حاجات دي، فالناس الكبار بقى جابوا الإيه؟ الحيثيات بتاعت المحاكمة دي ويقعدوا يقروها وإحنا قاعدين بنستمع، فالواحد بقى عنده شعور يا سلام، ممكن الواحد يبقى زي ذا في يوم من الأيام إنه يقول كلمة الحق ويحاكم لأنه بيقول كلمة الحق. منضبط ومنظم من الطفولة، بوادر أن يكون عسكريا ناجحا كانت موجودة فيه منذ البداية. دخل كلية الزراعة، قعد فيها سنة ورجع تاني دخل كلية حربية. احنا دخلنا كلية حربية في أواخر نوفمبر سنة 39. الفريق سعد شاذلي دخل الكلية الحربية وكان عمره 17 عام، استمر في الدراسة لنحو عام ونصف. وجدنا في الإعدادي 3، إعدادي ألف وإعدادي ب وإعدادي جيم. فإعدادي ألف كان هو فرقة أو دفعة الفريق الشاذلي، كان طالب واخد شريطة على دراعه بنسميه أمباشا زمان يعني، وكان بيمسك نبطشية في الكلية الحربية بيكون يعني شديد شوية على الطلبة ونعتبره قاسي بالنسبة يعني للزمالة. وكان بمقاييس هذا الزمان أصغر طالب تقريبا في الكلية الحربية. الحرس الملكي ما كانش بياخدوا فيه إلا المميزين، وكانوا لازم يبقوا من عائلات يعني معروفة. قوات الحرس الملكي تعتمد على اختيار اولا ما يرون انه ضابط كف او خيرة الضباط ليكونوا في ضمن التشكيلات التي من مهامها الدفاع عن الملك وتأمين تحركاته في اي مكان، فضلا عن ان يكون من العناصر الأثرية اجتماعيا ان صح التعبير. منذ ان اعلن القرار الجائر بتقسيم فلسطين واندفعت افواج المتطوعين من مصر وجاراتها العربية جنبا إلى جنب مع عرب فلسطين يقاتلون عدو الله وعدوهم ويؤدبون عصابة الصهيونية الباغية التي عاثت في الأرض المقدسة فسادا. بعد ما قعد في الحرس الملكي مدة وبعدين قامت الحرب بتاعت فلسطين، فحب أنه يتطوع للحرب. وكان في هذا الوقت طبعا الحرس الملكي في القاهرة ما بيحاربش. قمت أنا دخلت القائد الحرس وطلبت منه يعني أن يعفيني من الخدمة في الحرس الملكي وأن أعود مرة أخرى للجيش على أن أنا أشارك في الحرب. فلما دخلت وقلت له كده زعق لي، قال لي أنت مجنون، وزعق لي ومش عارف إيه، وتفضل أخرج ومش عارف إيه، وتخرج. وبعدين ما فيش ساعتين بصيت لقيته هو نفسه بيضرب نوبة ضباط ويجي مع الضباط كلهم ويقول لهم ايه، جلالة الملك قرر بأن يشارك في الحرب الدائرة في فلسطين بسرية من الحرس الملكي على أساس أن تكون هذه السرية بالتطوع. فطبعا أنا كنت من المتطوعين يعني. علاقة الفريق سعد شاذلي بجمال عبد الناصر هي علاقة تعود إلى منتصف الأربعينات. علاقته بجمال عبد الناصر كانوا الاثنين مدرسين في الكلية الحربية، ولكن بالرغم من ذلك
إلا أن جمال عبد الناصر لم يفاتح سعد الشاذلي في أمر انضمامه إلى الضباط الأحرار إلا في عام 1951. رحب بقوة بالانضمام لهذا التنظيم، ولكن عندما قامت الثورة لم يكن له دورا كبيرا. في عام 1954 رأى عبد الناصر أن الجيش الوطني تعين عليه أن تكون فيه كافة الأفرع الرئيسية لأي قوات مسلحة تحاول أن تأخذ بكل ما توصل إليه العلم، ومن هنا كان التفكير في إنشاء سلاح المظلات. فتم اختيار سعد الشاذلي للسفر إلى الولايات المتحدة للحصول على دورات كي يتمكن عند عودته من تأسيس هذا السلاح المهم. فأول مرة كان أظن برضو في احتفالات 23 يوليو حد ينزل بالمظلات، فروحنا نتفرج، فكنا واقفين وبتفرج كده، فقال لي ها إيه رأيك؟ قلت له عايزة نط كده. من سنة 60 جاء مرة كده قال لي ها عايزة لسه تنطي بالمظلات؟ قلت له آه. قال لي خلاص حضري نفسك وكوني جاهزة في 24 ساعة. سمعنا إيه؟ إن في فريق بنات حينط بالباراشوت، ومن ضمنهم بنت قائد القوات المظلات وقتها العقيد الشاذلي. السيدة شهدان أول سيدة تقفز بالمظلة في مصر. جينا هنعمل الاحتفال بتاع 23 يوليو سنة 1954، فكتيبة المظلات هتشترك في هذا الاستعراض. طلع في دماغي قلت الله لازم نعمل شيء متميز في الاستعراض، يعني ايه اللي نمشي بالخطوة المعتادة والكلام ده كله؟ فقلنا نعمل الاستعراض بالخطوة السريعة. ضربت الموسيقى بقى بالخطوة الايه؟ السريعة. بصوا لقوا ناس جايين بيجروا، ها؟ استعراض بيجروا. ومنذ هذا التاريخ أصبح تقليد للضباط والجنود في المظلات والصاعقة، ليس في مصر فقط بل في كل البلاد العربية، يعملوا الاستعراض بتاعهم بالإيه؟ بالخطوة السريعة. ثم تقدمت في ميدان العرض وحدة من جنود المظلات. استنكر المؤتمر الشعبي الذي عقد في المركز الرئيسي للاتحاد القومي المؤامرات الاستعمارية ضد استقلال الكونغو ووحدته. سنة 1961 الكونغو بدأت تتحرر من بلجيكا، فدخلت قوات الأمم المتحدة، فجمال عبد الناصر بعت قوات مصرية هناك، وكانت أول قوات عربية تبعث إلى الكونغو. كان ساعتها قائد بتاع سات فريق الشاذلي برتبة عقيد. تعين هو كان قائد كتيبة مظلات سفر الكونغو، وكان ممثل مصر في قوات الأمم المتحدة اللي موجودة في الكونغو. من أجل السلام العالمي وافقت الجمهورية العربية المتحدة على إرسال كتيبة من قواتها لإقرار السلام في الكونغو، وقد وصل الفريق فريد سلامة نائب رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة يرافقه كبار الضباط إلى مكان الكتيبة، واستقبله العقيد سعد الشاذلي. واصطف الضباط والجنود حيث بدأ قائد الكتيبة في إصدار أوامر التحرك إلى الطائرة. كان أياميها بقى كانت مصر دولة عسكرية، فكان الملحق العسكري ده كان زيه زي السفير تقريبا. وهناك التقى بالعميد أحمد إسماعيل، أو لواء في الوقت ده كان أحمد إسماعيل، بس كان طلع من الجيش واشتغل في وزارة الخارجية، ويقال إن هناك حصل علاقات بينهم من بعض يعني متوترة شوية، فحصل مشادة في الكلام، وظن أن أحمد إسماعيل شكك في وطنيته. فهنا كان أول خلاف. جه أحمد إسماعيل قال للعقيد سعد الشاذلي وقتها، قال له أنت ليه بتوصل معلومات للسفير من غير ما تقول لي؟ فقال له أقول لك بصفتك إيه؟ قال له بصفتي عميد وأنت عقيد. أنت مصري؟ قال له أنا مش تبعك، أنا تبع الأمم المتحدة، ما باخدش أوامر منك. بعد أن بدأت قوات المصرية تبدأ الاستعداد
للدخول في معركة مع إسرائيل بعد توتر العلاقات الدبلوماسية مع أمريكا. تم تشكيل مجموعة الشاذلي، تم إعطائها مهمة عند المحور الأوسط بالقرب من الحدود الدولية عند مضيق لصان. بدأت المعركة في التوقيت الذي كان فيه الفريق سعد الشاذلي وبقية القوات موجودين في مطار فايد في انتظار قدوم المشير عبد الحكيم عامر. في الوقت التي بدأت الحرب، بدأت إسرائيل حرب ضد مصر، لم يكن هناك قائد في إيه؟ في موقعه. وعاد الشاذلي إلى قوته، ثم انقطع الاتصال بينه وبين القيادة العامة في القاهرة. اعتمدت على الاستماع إلى إذاعة العدو، ووجدت أنهم قاعدين يقولوا بلاغات بدت خطيرة بالنسبة لي، أنهم دخلوا رفح وأنهم في بينادوا للسكان العريش أن مش عارف إيه، ارفعوا الرايات البيضاء وحاجات زي كده. يعني الله، مش عارف الموقف بالضبط، وفي انقطاع كامل في المواصلات. وهنا اتخذ الشاذلي بعد أن استشعر الخطر على قواته القرار الأصعب، دخول الحدود الدولية بنحو 5 كيلومترات والتحصن في مضيق لصان الذي يؤمن له الحماية من طيران العدو. يوم 7 بصيت لقيت حصل اتصال حوالي العصر تقريبا كده، جاء اتصال من القيادة العامة. ثبت لي فيما بعد ان قيادة سيناء كانت انسحبت من سيناء وانا لا اعلم. فانت قاعد بتعمل ايه دلوقتي؟ ايه اللي موجود؟ انسحب فورا، العدو وراك. وهنا نفذ الشاذلي واحدة من اروع عمليات الانسحاب في التاريخ العسكري العربي من وجهة نظري، حيث لم ينفرط عقد قواته كما حدث مع بقية الوحدات. وكل ده الطيران الإسرائيلي بيطاردنا وبيضرب على العربيات وهي ماشية، والناس تنزل تجري تختبئ وترجع تركب عربية تاني، فبقى يحصل انفصال ما بين الوحدة وبعضها. ونجح في الوصول بقواته إلى غرب القناة، ولم يخسر إلا نحو 20% من قواته. قبل غروب يوم 8 كنت بقواتي أبدأ العبور إلى الضفة الغربية. عند القناة لقيت اللي هو سعد الشاذلي بيستقبل كل قوات المجموعة. إسرائيل فضلت تدور على المجموعة دي حتى بعد ما احتلت وبقت مسيطرة على الضفة الشرقية، وتدور على اللي هو سعد الشاذلي بالتحديد. في أعقاب هزيمة 1967 كان المصريون لا يصدقون أنهم قد هزموا. صارت إشاعة في مصر أنه في لواء محاصر في منطقة شرم الشيخ بقيادة الفريق الشاذلي، وبدأت تنتشر إشاعات أن اللواء سعد الشاذلي قائد المظلات معاه فرقة لا زالت في سيناء تقاتل. استطاع أن يعود سالما بدون خسائر تذكر. بعد هزيمة 67 الرئيس عبد الناصر اتخذ قرار غير وجه التاريخ أكيد، يعني لما الشعب عمل المظاهرات يوم 9 و10 وطلبوا بالبقاء ورفض التنحي، ده كان تعبير من الشعب عن رفض الهزيمة وليس التمسك بعبد الناصر كشخص. يعني عبد الناصر خد القرار تعيين الفريق محمد فوزي وزير الدفاع والفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان، واستبدلنا الجندي الفلاح أو الأمي بجندي جامعي. بعد النكسة نجم اللواء سعد الشاذلي بدأ في ظهور أكثر على المستوى القوات المسلحة. تم تكليفه بقيادة القوات الخاصة. القوات الخاصة بتتكون من فرعين، المظلات والصاعقة.
فلما تعين فوق الاثنين استطاع أن يوحد بينهما وأن يعني يجعل منهما قوة قتال حقيقية. في الفترة دي احنا يعني أول ما دخلنا كنا بنسمع عن الفريق الشاذلي إن هو حاجة واحدة. كان بيهتم جدا جدا بشكل العسكري وشكل الضابط. مرة واحنا في مدرسة المظلات جالنا أوامر إن احنا بعد العصر هنجتمع عشان خاطر في اجتماع مع الفريق الشاذلي، ما كناش نعرف ليه. عرفنا بنفسه، قال انا فلان الفلاني قائد قوات المظلات. قال في ضابط اسمه كذا كذا كذا، قال له ايوه يا فندم، قال له اتفضل تعالى هنا. في مجند اسمه كذا 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 كذا، قال له ايوه يا فندم، قال له اتفضل تعالى هنا. وسال الضابط قال له انت امبارح ضربت العسكري المجند فلان الفلاني؟ قال له ايوه يا فندم. علشان؟ قال له ما تقولش علشان. ضربته ولا ما ضربتوش؟ قال له ايوه ضربته. امر اداري دلوقتي، حضرتك تشيل مخلتك وترجع على المؤخرة بتاعت القوات الخاصة، ما تجيش هنا تاني خالص. في نفس الطابور برضو نبه ان ما فيش اي عربية توقف له انه يشيل مخلته على كتفه ال 13 كيلو لغاية ما يطلع يركب اي حاجة يروح بيها على الوحدة بتاعته في المؤخرة في العباسية. الموقف ده كان ليه فعل السحر على كل الناس، ضباط ومجندين وصف ضباط. الشاذلي عاقب انتهاء فترة خدمته كقائد للقوات الخاصة تم تعيينه كقائد لمنطقة البحر الأحمر العسكرية. البحر الأحمر جبهة بتمتد حوالي أكثر من 1200 كيلو. كانوا اليهود بيتفسحوا على جبهة البحر الأحمر لدرجة كانوا بيسقطوا على محطات رادار يسيطروا عليها. قطع دابر اليهود في هذه الجبهة مدنيا وعسكريا وبريا وجويا. انتهت حرب الاستنزاف وتوقف القتال بالقرار بتاع مبادرة روجرز في 8 أغسطس 70. بعد أن أطاح الرئيس السادات بمن سماهم أقطاب النظام الناصري فيما سماها ثورة التصحيح في 15 مايو 71، تم القبض على الفريق محمد فوزي وأودع السجن في هذا الوقت، وتعين الفريق محمد صادق وزيرا للدفاع ومعه الفريق سعد الدين الشاذلي رئيسا للأركان. الكلام ده في مايو 71. مصر التي في خاطري وفي فمي أحبها من كل روح ودمي. يا ليت كل مؤمن بعجب يحبها عمري لدى بني الحمى. أياميها كان الفريق صادق وأنور السادات قال عليه مش عايز يحارب، وده طبعا مش صحيح. والفريق الصادق إمكانياتي ما تسمح ليش أني أخد سينا، فعشان أحارب لازم أحارب وأنا ضامن أن أنا مش هتوقف إلا عند الحدود المصرية الإسرائيلية. سعد الشاذلي قال أنا أقدر أخد، أقدر أعدي القناة وأخد 10-15 كيلو، وبعد كده هو بقى نبتدي نتفاوض من موقف قوة. بس بقى برضو أنور السادات زي ما بيقولوا داهية جاب له أحمد إسماعيل ولم يكون على وفاق، ودي نظرية برضو ذكية من رئيس السادات ألا يجعل القائد العام في علاقة طيبة مع رئيس الأركان حتى يضمن ولاء الجيش له. تولى رئاسة القوات أركان قوات مسلحة وبدأ يعد ويخطط لحرب أكتوبر. كانت هذه الخطة تستهدف عبور قناة السويس واقتحام خط بارليف بقوة 5 فرق مشاة، ثم احتلال شريحة من الأرض عبر الرأس كوبري موحد بعمق من 10-15 كيلو شرق القناة. الخطة كانت على جزئين، الجزء الأول هو 15 كيلو والجزء الثاني حين تتوفر الظروف. الظروف دي حاجات كتير جدا بقى، معدات وذخيرة وأسلحة وقود وعربيات واستطلاع وحاجات كتير قوي. هو جمع 50 ضابط من خيرة ضباط القوات المسلحة وقعدهم يعملوا هذه الخطة.
يقال إنه بعد أن انتهى منها كان مع بعض ضباطه محترين في اختيار الاسم، فأذن لصلاة العصر فقال ولتكن المآذن العالية. في 52 كراسة يمكن أن يضعها الجندي في جيبه. كان سعد الشاذلي بيلقن الضباط والجنود بخبرة القتال من خلال هذه الكتيبات. بيكتب لهم كل كبيرة وصغيرة، لو اتأثرت هتعمل ايه، تربط الجزمة ازاي. توجيه 41 هو اللي طلعه رئيس الأركان، بيقول لكل واحد في القوات المسلحة ساعة قبل ما تقوم الحرب هتعمل ايه، وأثناء الحرب هتعمل ايه، وبعد ما تنتهي الحرب هتعمل ايه. المنشور ده أنا بعتبره هو مفتاح نصر أكتوبر. كان لازم ينزل لغاية الفرد الصف ضابط ويشوفه ويدي تعليمات ويحط نفسه مكانه ولا آخره. ما كانش قاعد في المكتب أو في القاهرة، كان بيلف على الجيوش والمناطق العسكرية في كل منطقة، فهو عايز يتأكد إن الوحدة ديت يعني رميتها كويسة، فيجي يختار عسكري كده يعني شعر إنه غلبان وطيب كده ويسأله أنت تعرف تضرب نار كويس؟ يقول له أيوة يا فندم. فيقول له طيب شاف العلبة اللي هناك دي؟ يقول له قول له حطها هناك كده على شاطر كوم الرمل ده واضرب عليها طلقة واحدة، منشن كويس وعلى مهلك، يلا يا شاطر. فيبتدي يضرب الهدف بتاعه، لو ضرب الهدف ومن أول طلة يدي يرقيه، يقول له أنت بقيت أم باشا. العسكري منبسط، هيزيد مرتبه وهيمسك حكم دار خدمة بدل ما يمسك فرض خدمة. اثنين وخمسة بالظبط الطيران عدى من فوقنا، انا بتكلم من فوقي انا بالذات، شفت الطيران كانت ميج 21 وشفت كانت منخفضه جدا والمدفعيه وراها ضرب قصفات، ففجاه من سكون تام الى ولع وانفجارات الناحيه الثانيه. كان معانا احداثيات اللي هنضرب عليها، كل الناس فتحت النار، المدفعيه اللي معاها إلى ارفع القوارب، رفعوا القوارب جنود، انزل للقناة، وقف كده بصوا لي انزل القناة والشخطة فيهم، كله نزل القناة. منظر القناة فعلا عبارة عن قوارب مطاط بتعدي بعرض القناة، وكلمة الله أكبر، والله 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 مش ممكن بشر، ما تقولش إنها بشر أبدا، لا كان في حد تاني غير البشر. طول القناة كلها كلمة الله أكبر، الله الله أكبر، الله أكبر. ثبت العالم في الساتر التراب وشاورت للجنود، قلت لهم الله اكبر طبعا بصوت عالي، فده ايه رفع روح معنويه، راحوا ايه الله اكبر من تحت وبدات تسلقوا الساتر الترابي. حضرنا الاول بخمس فرق مره واحده، ودي يعني اربكه العدو ارباك شديد جدا يعني. الساعة 5:30 بعد 3 ساعات من بداية العبور ناكلين على الضفة الشرقية 32,000 ضابط وجندي. اخترت الذهاب إلى مقر قيادة الفرقة الثانية وأفاجأ وأنا في الطريق بالفريق الشاذلي. رئيس أركان الجيش المصري بيقود العمليات من الضفة الشرقية. يا
ننتزع بقى نعتبر في رأيي أن حرب أكتوبر أدت كل ما كان مطلوب منها في الخطة. عبرنا قناة السويس، تحامنا خط برليف، استولينا على رؤوس كباري بعمق من 12 إلى 15 كيلو، صدينا الهجمة الرئيسية للعدو يوم 8، يوم 12 أكتوبر الرئيس السادات بلغ القيادة العامة وقيادة العامة بلغت قادة الجيوش بأن بكرة يتم التطوير شرقا حتى خط المضايق. طبعا سعد الشاذلي قال لا، قادة الجيوش قالت لا. من أهم العوامل التي قال السادات أنها كانت مهمة لتنفيذ أعمال تطوير الهجوم في اتجاه خط المضايق هو تخفيف الضغط الإسرائيلي على الجبهة السورية. أنا كنت بغرفة العمليات بالصدفة يوم 13 أكتوبر، ففي هذا اليوم ببص على الشاشة كده أنا والقائد بتاعي كان موجود معايا في نفس الوقت، فلقينا بلوت نازل شمال بورسعيد كده، وبعد كل شوية نلاقي إيه المسافة بتنط كده، فقلنا إيه ده؟ إيه الطيارة دي؟ اتصلنا بقى طبعاً بطول الاتصالات ومراكز القيادة وبتاع إيه الطيارة مظبوطة ولا مش مظبوطة يعني؟ فعرفنا بعد كده بقى الحقيقة إنها طيارة أمريكية. فطبعا دي صورت الجبهة كلها يعني في هذا اليوم يعني، وطبعا الصور دي كانت عند إسرائيل بقى. الرئيس السادات أصر على بدء التطوير هو يوم 14 فجر يوم 14 إلى الساعة 6 الصبح، وتم دفع القوات المخصصة للتطوير. يوم تطوير الهجوم شرقا ده كان أسوأ يوم في الحرب. عندما بدي وهي نازلة كان في ناس قاعدين لهم، يهود كانوا قاعدين لهم في قلب كودي حشيش بمضادات دبابات، اتضرب قدامنا حوالي 40 دبابة. فشل التطوير الساعة 1 الظهر يعني. اختل توازن الجبهة، بقت قواتنا شرق القناة أكتر من قواتنا غرب القناة، الجيش الثاني فقد الاحتياطي التعبوي بتاعه. عندك غرب القناة ما بقاش فيه حد، والعدو عارف، فابتدى يعبر يخش للغرب. إن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم 6 من أكتوبر سنة 73، حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب. يوم 16 السادات هو بيخطب خطبته العظيمة في مجلس الشعب، طلعت بعديه جولدا مائير قالت خطبة قصيرة جدا، قالت فيها جملة واحدة: الإسرائيليين والآن يحاربون في أفريقيا. وبدأت الدبابات الإسرائيلية تطلع على المصاطب اللي كانت معدة في غرب القناة وتضرب علينا. كنت قائد المنطقة المركزية في لما قامت الحرب، وفوجئت بأن الساعة 12 ونص يوم 16 أكتوبر بمكالمة من الجمسي، من اللواء الجمسي كان رئيس عمليات القوات المسلحة في الوقت ده، بيستدعيني لمقابلة الفريق الشاذلي في مركز 10، وقال لي أن حصل ثغرة في الجيش الثاني، وأنا على مسؤوليتي، هو بيقول يعني على مسؤوليتي بكلفك أنك تعود للجيش الثاني تتولى قيادته، لأن اللواء سعد مأمون وقائد الجيش الحالي مريض. بدأ التعامل الهين مع الموقف على أساس أنهما 7 دبابات وأن ما فيش حاجة تدعو للشك. يوم 17 7 دبابات دولك بقوا 300 دبابة ولواء مظلات إسرائيلي. وهنا عاد الشاذلي مرة أخرى يطرح رؤيته بشأن سحب قوات من شرق القناة إلى غربها. ترجع قوات حجمها قد إيه تتحسب، تطهر أو تقاتل الوحدات اللي في الغرب وتقضي عليها بموجب إيه أنور السادات قال له ومفعل عليه في غرفة العمليات، وقال له أنت لو جبت سيرة انسحاب أي جند أنا هحاكمك، مع العلم بانه في المعارك العسكريه فكره المناوره بالقوات مبدا من مبادئ الحرب. الى ان جه يوم 18 اكتوبر فوجئت بالساعه 5 بعد الظهر بالفريق الشاذلي جاي الجيش، وقال لي انا مكلف من الرئيس السادات باني اجي اشوف الموقف. ويوم 20 الساعه 12 الظهر كده لقيته قاعد في الاستراحه الخارجيه وفرد الخرائط، وقال لي رأيك كما نعمل موقف خطير قوي، وانا عايز انزل مصر اقابل الرئيس السادات. اقترحت بقى ان في هذا اليوم اللي هو يوم 20 ان انا اسحب 4 ألوية مدرعة من الشرق
كان في هذا الوقت لنا في الغرب لواءين مدرعين، يبقى لما يبقى عندي 4 ولواءين يبقى عندي ايه 6 الوان. فلما جه رئيس الجمهوريه حوالي الساعه 10:30 دخل على غرفه مين؟ احمد اسماعيل، وقعد معاه ساعه. فلما طلع السادات ومعاه احمد اسماعيل فوقف اتفضل لمثلا لمدير المخابرات، وبعدين بنفس الترتيب الجمص بيتكلم بايه بصفته رئيس هيئه العمليات عن قواتنا، بعد كده قائد القوات الجويه بيتكلم عن القوات الجويه، الدفاع الجوي، المدفعيه، كذا كذا. مفروض الدور عليا بقى عشان يقول لي اتفضل. قال القرار لا تسحب اي بندقيه ولا اي دبابه من الشرق الى الغرب. حصل بالليل يوميها يوم 20 بالليل مكالمه من الفريق الشاذلي ليا، لقيت زعيق وبتاع وتليفونات والشاذلي بيكلمني يا منعم مش عارف ايه، ما فهمتش هو عايز ايه. وبعدين احمد اسماعيل خد منه التليفون واتكلم، وبعدين اتقطعت السكه. الخلاف ما بين السادات والفريق سعد الشاذلي ابتدى لما حصلت الثغره. الفريق سعد الشاذلي كان شايف ان يجب سحب عدد من القوات بالاخص 4 لواءات مدرعه عشان يستعيد التوازن للجبهة، لكن السادات أحمد إسماعيل كانوا كلهم خايفين من تكرار ما حدث في 67، عشان كده كانوا بيتعاملوا بحرص. سمعنا كلام إن هو كان عايز يسحب 4 لواءات من لواءات المدرعة الموجودة في الناحية الشرقية للغرب، ويقوم بعملية هجوم من الغرب من ناحية التكتيكية يعني، أو هي صح من ناحية لكن غلط من ناحية ان احنا نسحب قوات في هذا الوقت، لان اي سحب للقوات هيحصل انهيار في القوات المسلحة. محدش يرجع من الغرب، احنا نبعت قواتنا للاحتياطي اللي هو كان مسؤول عن مدينة القاهرة. سعد الشاذلي لا ينهار أكثر من القتل إنك أنت تطعن واحد في شرفه العسكري وفي شجاعته وفي إقدامه. حققت القوات المسلحة في مصر وسوريا تؤيدها قوات الشعوب العربية أول نصر حقيقي للعرب منذ عدة قرون. الاحتفالية سنة 74 اللي فيها كرموا قادة حرب أكتوبر كلهم وإحنا بنتفرج عليها في التلفزيون ما جابش سيرته ولا كأنه موجود. لما شاف طبعا الكلام، إحنا قاعدين بنتفرج على التلفزيون، حتى ما أمي قالت لي بتتفرج على إيه دي مسرحية، قال لها ما حدش يقدر يغير التاريخ، ممكن تزور التاريخ لمدة لكن التاريخ في الآخر كل الحقائق بتبان. سعد الشاذلي ما كانش عايز يروح لندن، وقال له والله لو كان بيكافئني انا مش عايز المكافاه، وان كان بيبعدني مش عايزني يحاكمني. كنا متحفظين، قائد جيش كان يتحكم في مئات الالوف الان ياتي ليتحكم في 7-8 دبلوماسيين
وخمسة ستة إداريين، ولكن فوجئنا برؤية الرجل. يعني هو الذي اكتشف ميسيس ساتشر رئيسة الوزراء. لفت نظرنا أن وزيرة التعليم قد تصبح شخصية مرموقة، ولم يكن هناك من يعرف ذلك. ودعاها إلى عشاء رسمي في السفارة، وما هي إلا شهور قليلة حتى تولت السيدة مارغريت ساتشر رئاسة حزب المحافظين وأصبحت بالفعل رئيسة الحكومة البريطانية. بدأت إرهاصات زيارة السادات للقدس. كان الإحساس لدى الرئيس السادات وإدارته أن وجود سعد الشاذلي في العاصمة البريطانية مصدر قلق، فجرى نقله إلى عاصمة ليست لها نفس الأهمية السياسية، وهي كما هو معلوم لشبونة عاصمة البرتغال. سأذهب إلى إسرائيل لأنني أريد أن أطرح الحقائق كاملة أمام شعب إسرائيل. خيط كامب ديفيد دي اللي قطمت وسط سعد الدين الشاذلي، لانك انت حولت النصر بتاعي والشهاده الناس الشهداء والتضحيات اللي تمت من الشعب المصري ومن العسكريين الى اتفاقيه مكتوبه، واحنا وفرطنا في حاجات كثيره في داخل الاتفاقيه. تم توقيع اتفاقيه كامب ديفيد، والفريق الشاذلي اعلن رفضه ليها في مؤتمر اعلامي هناك عمله في البرتغال. معاهده كامب ديفيد دي كان في عليها ناس اختلفوا فيها، وكل واحد اختلف وعارضها بطريقته، فهو قرر ان خلاص انا راجل شخصيه عامه ذو نفوذ وكده اقدر اخش في خلاف مع رئيس الجمهوريه، وطبعا معروفه بالنظام اللي في مصر ما تقدرش تخش في هذا الخلاف الشديد في مصر. دول عربية كتيرة من جابة صمود والتصدي بعتت له طيارات في برشلونة، كان وصل برشلونة وكانت مستنية في برشلونة عشان يروح عندها، يعني سواء الجزائر أو ليبيا أو سوريا زي ما عرفت، يعني طائرات خاصة عشان تجيبه. فهو فضل أنه يوصل يعني يركب طيارة الجزائر تجيبه الجزائر. إلى أن كان اليوم اللي هو كان مسافر في مسافرين فيه، فكلمني وقال لي تعالي بدري وهاتي المرحلة الإدارية معك. فروحت لقيتهم فعلا محضرين حاجتهم كلها، وأنا فوجئت بعربيات سودة وكبيرة وأشخاص في المدخل موجودين. ونزلت هو لقيته معاه ناس بزي عسكري أنا مش عارفة مين، وناس مدنيين ويعني مجموعة. فقلت له حضرتك رايح فين؟ قال لي هتعرف. أنا أعتقد أنهم طلعوا على باريس ومن باريس سافر الجزائر. الشاذلي اختار الجزائر بالذات لأن عارف أن القيادة الجزائرية لا تضغط على أي لاجئ سياسي في الجزائر أو تفرض شروط عليه. عملوا معاملة ملوك، يعني بيت بعربيات بستاف، لدرجة خصصوا له قصر من أصول الرئاسة هناك أول ما نزل. فكان نقاشات الفريق سعد الدين الشاذلي مع المجموعات المصريين المعارضين الموجودين في الخارج بتؤدي كلها ان لابد من وجود تكتل او جبهه توحد العمل الخاص بالعمل السياسي بالذات للمصريين الموجودين في الخارج، وتوصيل نتائج هذا العمل الى الداخل، الى المصريين في الداخل لتوعيتهم بالأوضاع. جمع يعني كوكبة الحقيقة من المصريين ديت وأنشأوا الجبهة من طيارات مختلفة، طيار ناصرية، طيار حزب التجمع في الخارج، الإسلاميين، قوميين، مستقلين.
المجلة كنا بنشرف على طباعتها في المطابع الجزائرية، وبنتولى توزيعها عن طريق يا إما البريد لعناوين معروفة في أوروبا، في بترسل لجميع السفارات اللي كانت موجودة، للمصريين المنضمين للجبهة الوطنية المصرية وعناوينهم معروفة. كنا بنبعتها طبعا لجهات سيادية في مصر، من مجلس الشعب لمجلس الشورى لرئاسة الجمهورية، كان لازم الأعداد دي تتبعت يعني. الجهة الحاكمة في الجزائر اتغيرت، رئيس الجمهورية اتغير، حزب جبهة التحرير اللي كان بيسنده تماما يعني جت وجوه جديدة فيه، فحس أعتقد حس بالغربة، وحس إن هو لابد إنه يسيب الجزائر حتى يسمح للجزائريين إنهم يعيدوا العلاقات أو مع مصر بالطريقة اللي هم شايفينها. وبرضو أنا بتهيألي هو كان يعني بدأ يتوصل اللي هو أنا هقعد بره قد إيه؟ يعني أنا بدأت أكبر، الأوضاع بدأت تتغير، أكيد في يوم هو هرجع. مبارك أقدم في عام 83 على محاكمة شاذلي، تلك المحاكمة التي قضت بسجنه 3 سنوات بتهمة إفشاء أسرار عسكرية من خلال كتابه مذكرات حرب أكتوبر الذي كتبه في عام 78. عندما جاء الفريق سعد الشاذلي طلب منه أن يكتب رسالة استرحام حتى يعفى من العقوبة، ولكنه رفض. لما رجع بقى سنة 92 ووصل المطار واتقبض عليه في المطار، لغاية ما والدتي قالت لحد من الرئاسة أنا لو ما شفتش جوزي بكرة أنا هروح أعتصم قدام الرئاسة وهمتنع عن الطعام. بس تاني يوم قالوا لنا اتفضل، ولكنه كان في حراسة أبنائه من ضباط القوات المسلحة، يعني ربما لو كان في سجن عادي لتعرض لمكروه. البرنامج اليومي بالنسبة له كان بيصحى يصلي الفجر ويقعد لمدة ساعة يقرأ قرآن، وبعد كده يتصفح الجرايد يشوف أخبار الدنيا ماشية إزاي ويفطر. بيقرأ قرآن، مش بيقرأ بقى بغرض القراية، لأ هو جايب معاه زي أجندة أو نوتة بيقرأ وبيكتب العبارات اللي من الآيات اللي هو بيقراها اللي لها تأثير على أي كتابات هو بيكتبها، أو يعني عايز هيدخلها كاسترشاد وهو بيكتب. الساعة 10 على أقصى تقدير بيكون نايم. صدر بصالحه عفو في 6 أكتوبر، كان مخلص نص المدة وشهرين. فقال له لا أنا مش هخرج لما تقول لي أنا خرجت على أي أساس، بموجب إيه أنا خرجت؟ قال لي العفو ده طالع عفو خاص بي أنا ولا عفو جماعي للسجن كله؟ قلت له هتفرق وياك إيه؟ فقال له لا، إذا خرجت، إذا كان هذا الخروج حق القانون حق يعطيه إياه القانون هخرج، إذا كان بعفو من مبارك أنا مش هخرج. فقال له أفندم ده وفقا للقانون وليس عفوا ولا مكرمة من أحد. بانوراما حرب أكتوبر ما فيهاش سعد الشاذلي. يعني هل تستطيع أن تنتزع صورة أحد من مكانها الطبيعي على يسار الرئيس السادات لتضع بديلا عنه؟ الصورة دي طبعا ما عرفش مين اللي عاملها، بس الصورة دي هي الصورة الرسمية اللي العيال بيتعلموها في المدرسة
في أوضة العمليات حسني مبارك واقف جنب السادات. لو واحد عنده ثقة في نفسه وشخصية سوية 100% وعادلة 100% ولقى ان فيه ايه ده يا جماعة ده انتوا حاطين صور دي مش مظبوطة والكلام ده كله ده ما كانش دوري انا كنت اقل من كده والمفروض يتحط كذا وكذا وكذا ده ما حصلش فهو ارتضى وانبسط باللي حواليه. قبل وفاة الفريق الشاذلي تقريباً 3 سنين أول ما عرفت شخصيته تاريخياً وكده كان نفسي أزوره لكن حقيقة ما فكرتش في الموضوع ده خالص طبقاً لأن يعني أولاً ما كنتش أعرف أنه عايش بعد ما عرفت أنه عايش قلت أنه هو أكيد رجل كبير في السن وأكيد ضيوفه كتير جداً صعب أنه هو إيه أن أنا كشاب صغير أقابل الفريق الشاذلي يعني. بعدين بدأت أتواصل مع مدام شهدان بنته وطلبنا منها بإلحاح شديد جداً جداً إن إحنا نزور سيادة الفريق قلنا لها طب إحنا هنيجي يوم 6 أكتوبر الساعة 2 هندي ورد كتكريم لسيادة الفريق من شباب مصر وبعدين أول ما جه سلمنا عليه وبوسنا إيديه قال لنا طبعاً بقى أنتوا متخيلين إن أنتوا جايين تقابلوا بقى بطل بقى شاب صغير لسه مش واحد عنده ايه يعني 88 سنه انا اعتقد ان كل قصه في التاريخ لها روايتين روايه معروفه وكل الناس بتتناقلها وروايه اخرى تحتاج لمن يبحث عنها ويبحث مدى صحتها ودقتها هل هي حدثت ام لا. حياتي كانت مليئة بالمتاعب والمشاق نتيجة إن أنا كنت بأتمسك برأيي وبالحق ولكن بالرغم من هذه المشاكل وصلت إلى أكبر منصب عسكري ممكن أن يطمع فيه واحد وهو رئيس أركان حرب القوات المسلحة وفي وقت من أصعب الأوقات التي هي حرب أكتوبر فهذا من فضل الله فمش عايز الناس تخاف إنها تقول كلمة الحق تقول كلمة الحق حتى لو تسبب ذلك في بعض المشاكل ولكن فليتأكدوا أن هذه المشاكل مؤقتة وأن ربنا سيعوضهم بعد ذلك وتعويض ربنا سيكون أجزل وأكثر إن شاء الله.